بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في بداية حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله سليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله. وأيضا نذكركم بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وعبر الرسائل النصية فقط، 0501785536. حياكم الله وبأسئلتكم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، نستهل هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج. هذا يسأل يقول: ما هي الأشهر الحرم؟ وهل شهر رجب منها؟ ولماذا سميت حرم؟ وهل لها فضل عن غيرها من الشهور الأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يقول الله تعالى في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه في كتاب الله ذكر أربعة أشهر وهي حرم، وقد بينها الله سبحانه وتعالى مبهمة في هذه الآية، وجاء بيانها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي بكر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: السنة 12 شهرا، وذكر عليه الصلاة والسلام منها أربعة حرم. وأيضا بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشهر فقال: أربع ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثم قال: ورجب مضر. ونسب رجب لمضر لأن مضر كانت تعظم هذا الشهر، ولذلك كانت العرب سابقا تقوم بتغيير الأشهر. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فكانت العرب تغير هذه الأشهر حسب ما يأتيها من الحروب، ولذلك كانت مضر تحافظ على هذا الشهر وهو شهر محرم، ولذلك نسب هذا الشهر لمضر. ولا شك أن هذه الأشهر هي معظمة، ولذلك كانت العرب سابقا تعظم هذه الشهر هذه الأشهر، ولذلك جاء في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، فكانوا يؤخرون هذه الأشهر حتى جاء وبين النبي عليه الصلاة والسلام لأن الأشهر رجعت إلى أوقاتها الصحيحة كما بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وبالنسبة للسؤال الثاني: ولماذا سميت حرم؟ وهل لها فضل؟ وسميت بذلك لأن حرم فيها القتال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ولذلك جاء النهي عن القتال في هذه الأشهر، وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن عند الجمهور أن هذا القتال قد نسخ بعد ذلك، ولذلك جاء الإذن بالقتال للمشركين، وهذا بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولذلك عند الجمهور أن هذه الآية قد نسخت، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا زالت هذه الآية وأن القتال يحرم في هذه الأشهر، لكن إذا اعتدى أحد على المسلمين فلا شك أن عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم ويقاتل، ولا حرج في ذلك. نعم. وهل لها فضل يا شيخ هذه الأشهر؟ نعم، الله سبحانه وتعالى قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه الأشهر هي أشهر معظمة، وكانت العرب سابقا تعظم هذه الأشهر، وأيضا جاء في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه الأشهر أشهر معظمة. نعم. ولذلك يأتي التعظيم في الزمان ويأتي التعظيم في المكان، كما في مكة ولها مكانتها، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم
نذقهم من عذاب أليم. ذلك ابن عباس رضي الله عنهما خرج من مكة لما يعلم من أن السيئة تعظم في مكة في الحرم، ولذلك السيئة والسيئات ربما تعظم في بعض أماكن ويخف أمرها في بعض الأماكن، ولكن تعظم في خاصة في الأشهر الحرم مثل شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم شهر رجب والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فهذه أشهر لا شك أنها معظمة، وبين الله سبحانه وتعالى حرمة القتال فيها، وكذلك قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فهذا في دلالة على تعظيم مثل هذه الأشهر. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. طيب فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، يعني في بعض الناس يخص شهر رمضان شهر رجب ببعض العبادات، صلاة الرغائب، إحياء ليلات 27 منها، هل لذلك أصل في الشرع يا شيخ؟ هذه الصلوات لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء يدل على ذلك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولذلك على المسلم الاتباع، ولذلك إذا لم يرد أو يأتي الدليل من الكتاب أو من السنة على عبادة معينة فإنه لا يجوز للمسلم أن يحدث عبادة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بصلاة الرغائب أو إحياء ليلة من ليالي رجب، كل هذه لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي جاء فيها هي حديث ضعيفة ولا ترتقي إلى أيضا درجة الحسن من الحديث، ولذلك جمع من أهل العلم ردوا مثل هذه الأحاديث، وأيضا بيّنوا أيضا في كتبهم أنه لم يثبت في شهر رجب لم يثبت فيه عبادة خاصة سواء من صلاة أو غيرها. وكذلك ما يتعلق أن بعض الناس يحيي ليلة 27 من شهر رجب يعتقد بأنها ليلة الإسراء والمعراج، وهذا غير صحيح، وأيضا لو ثبت أن ليلة الإسراء والمعراج في هذه الليلة أيضا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بها ولا الصحابة رضي الله عنهم من بعده، ولذلك إحياء مثل هذه الليالي أو الأيام يجب أن يكون بالدليل، ولا يجوز أن يجتهد المسلم من نفسه ويحدث عبادة، ولذلك من أحدث شيئا من هذه العبادات فهو مردود عليه وعليه أن يتبع السنة في ذلك. نعم. طيب يا شيخ بارك الله فيكم، درج على بعض ألسنة الناس وكذا الدعاء الله مبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان، هل هذا له أصل أو دعاء عادي؟ هذا من الأدعية، من الدعاء يدعو به المسلم، لكن لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام بأنه دعا بمثل هذا الدعاء، ولكنه لا حرج لو أن المسلم دعا بهذا الدعاء. نعم. طيب لعلكم تطرقون إلى الصيام في شهر رجب وكذلك العمرة، لأن بعض الناس يرى أنها يعني فضيلة في هذا الشهر الفضيل. بالنسبة للصيام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بتخصيص شهر رجب بالصيام، وإنما هذا كان في الجاهلية كانوا يصومون شهر رجب. أما بالنسبة للأدلة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خص شهر رجب بصيام خاص، ولذلك البعض ربما يخصص بعض الليالي وبعض الأيام وربما يخصص الشهر كاملا بالصيام، وهذا لم يثبت. وكما ذكرنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد، فعلى المسلم أن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالعمرة في رجب فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، ولكن عائشة رضي الله عنها نفت ذلك، ولا شك أن ابن عمر رضي الله عنه عندما أثبت هذا الأمر فلا شك أن المثبت مقدم على النافي، ولذلك كان بعض السلف يعتمرون في شهر رجب، ولا شك أنه من اعتمر في هذا الشهر لا حرج عليه. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول نحن نصلي في مسجد قبلته مائلة أو منحرفة عن القبلة بمقدار 40 درجة، فهل نعدل السجادات لاتجاه القبلة أم أنه يعد يعني ميلانا وانحرافا يسيرا، وما حكم صلواتنا السابقة؟ الله سبحانه وتعالى قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالمسلم عليه أن يستقبل القبلة في صلاته، ولا شك أنه إذا كان في الحرم وكان يرى الكعبة فإنه هنا يجب عليه أن يرى عين الكعبة، وإذا ابتعد فإنه أيضا عليه أن يتوجه إلى جهة المسجد، وهكذا كلما ابتعد. ولكن إذا كان المرء بعيد
عن الكعبة، فإنه كما جاء في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإنه إذا وجه إلى هذه الجهة إذا كانت قبلته إلى الجنوب فيقال ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلو أنه انحرف بدرجة 45 درجة عن يمينه أو 45 درجة أيضا عن يسار القبلة فإن هذا لا حرج فيه، لكنه إذا اتجه أبعد من ذلك فإنه في هذه الحالة قد اتجه إلى الجهة الأخرى، إذا كان هذا فقد اتجه إلى المشرق أو اتجه إلى المغرب وهكذا. فالمسلم عليه أن يتحرى القبلة. أما ما يتعلق بتعديل السجاد فهذا يرجع إلى الجهة المختصة وهي وزارة الشؤون الإسلامية، فتراجع الوزارة في مثل هذا الأمر وهي ما ترى فيه المصلحة للمسجد. ولذلك نقول أنه لا يصلح الفتوى المباشرة بمثل هذه الأمور المتعلقة بالمساجد وأيضا ما يتعلق بالقبلة، وخاصة أن وزارة الشؤون الإسلامية تعنى بهذا الجانب ويراجع المسؤول في الوزارة في مثل هذه الأمور وهي ما ترى فيه الأصلح في توجيه القبلة وأيضا تعديل السجادات. نعم، لكن الصلوات السابقة عفى الله. أما بالنسبة للصلوات فلا شك أنها صلاتهم صحيحة، وإذا كانوا قد ذكر السائل أنها أقل من 40 درجة فلا حرج في ذلك. نعم، أثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تقول: زوجي دخله المالي محدود ولدي مال استلمته من أهل الخير للصرف على احتياجات أولادي ولا يعلم عنه زوجي، فهل يجوز أن لا أخبره بهذا المال؟ إذا كان هذا المال قد أعطي لك خاصة ولأولادك فإنه لا حرج عليك ولو لم تخبري زوجك بهذا المبلغ، وعليك أن تصرفي على نفسك وعلى أولادك ولا حرج في ذلك. أما إذا كان هذا المال قد سلم لك من أجل أن تسلميه لزوجك ليصرفه عليك وعلى أولادك فإنه عليك أن تسلمي هذا المبلغ لزوجك، ولكن الذي يحصل أن بعض الرجال ربما يحرم أولاده من هذه المبالغ المالية، فإذا علمت أن زوجك بخيل ولا يعطيك المال وربما لم يصرفه عليك ولا على أولاده وأنت بحاجة ولا ينفق عليكم فلا حرج لو أخذت من ذلك المال بالمعروف، كما حصل عندما جاءت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان بخيل، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي أولادك، فهذا لا حرج فيه إذا أخذتي ولم تخبري بذلك إذا كان هذا صفته. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. نتوقف أيها الإخوة مع هذا الفاصل ثم نعود بمشيئة الله تعالى. أهلا وسهلا بكم مجددا وبضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: متى يقال دعاء الاستخارة، بعد الصلاة أم في آخر الصلاة؟ وهل هناك فرق بين قراءة الدعاء الاستخارة من كتاب أو ورقة وبين الدعاء غيبا؟ وهل تشرع إعادة صلاة الاستخارة للأمر نفسه عدد من المرات؟ نعم، يقول جابر رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في أمورنا كلها كالسورة من القرآن. فلا شك أن المسلم إذا هم بأمر فإن عليه أن يستخير، والاستخارة تشرع بعد الصلاة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقل، فهذا فيه دلالة على أنها تقال بعد الصلاة إذا انتهى من الركعتين، فإنه يشرع بعد ذلك أن يدعو بالدعاء: اللهم من يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرك وأسألك من فضلك عظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ورضني به. فالمشروع المسلم أنه بعد أن ينتهي من الركعتين يرفع يديه ثم يدعو بهذا الدعاء.
أما ما يتعلق أنه لم يحفظ هذا الدعاء وربما قرأه من ورقة فلا حرج في ذلك، لو قرأه من ورقة وهو لم يحفظ هذا الدعاء فلا حرج في ذلك. أيضا ما يتعلق بتكراره، فإذا الأصل في ذلك أنه لم يثبت شيء فيما يتعلق بتكرار الصلاة، ولكن لا حرج في ذلك لو أنه جد له أمر في مثل ما هم به، جد له أمر في هذا وأعاد الاستخارة أو أراد أن أيضا يعيد الاستخارة من أجل الإطمئنان، فلا حرج في ذلك لو أعاد الصلاة أكثر من مرة. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول الشيخ عبد السلام: أقرضت بعض الناس مبلغ مالي وتعثروا ولم يستطيعوا السداد لفترة طويلة، ثم اعتبرت ذلك زكاة، فما الحكم؟ لا يصح مثل هذا الأمر أن يتنازل عن شيء من الدين وينوي بذلك الزكاة. الزكاة تحتاج في إخراجها أن ينوي بها ابتداءً ويخرجها ويسلمها للفقير. أما أن يتنازل عن شيء من دينه من أجل أن يسقط عن نفسه الزكاة فنقول له لا يجوز لك ذلك، ولا تجزئ ما تنازلت به من هذا المبلغ. ولكن في مثل هذه الحالة لو أنك مثل هذا الذي أقرضته ولم يسدد هذا المبلغ، فلو أنك يسرت الأمر معه وحاولت أن تنظره في هذا المبلغ فلا شك أن لك أجر عظيم في مثل هذا الباب، ولكن أن تسقط الزكاة فلا يجوز لك ذلك. نعم. للسؤال الثاني يا شيخ عبد السلام يقول: رجل رغب في شراء شقة من عندي وهو من أهل الزكاة، هل يجوز أصرف له الزكاة لإكمال المبلغ وهو سوف يشتري من أملاكي؟ لا شك أن هذه المسألة بأن يعطيه من الزكاة من أجل أن يسدد ما تبقى له من هذا المبلغ وهو يريد الشراء منه، فنقول له إذا كان هذا الرجل مستحق للزكاة فإنه يجوز لك أن تعطيه من الزكاة بشرط ألا تشترط عليه بأن يدفع هذا المبلغ لسداد ما تبقى من مبلغ البيت، ولكنك تعطيه ولا تشترط عليه في هذا الأمر. فنقول لك أولا أن تسلمه إذا كان أول شيء مستحقا للزكاة فإنك تعطيه من الزكاة، الأمر الثاني أن تعطيه بدون شرط، والأمر الثالث أن يتملك ويأخذ ويستلم منك هذا المال. ولا يجوز لك أيضا في هذه الحالة أن تتنازل عن جزء أو المبلغ الذي تبقى وأيضا تقوم بحساب أنه هذا وتنوي بأنه هو الزكاة التي تريد دفعها لهذا الرجل، فلذلك إذا أردت أن تخرج الزكاة فإنك تسلمها لهذا الرجل وهو حر إما أن يدفعها لك لما تبقى من هذا المبلغ أو أن يصرفها في حاجاته. نعم. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول الشيخ عبد السلام: ما حكم من دخل المسجد والصف مكتمل، هل أصلي وحدي في الصف التالي أو أسحب واحد من الصف الأول؟ لا، إذا دخل المصلي المسجد ولم يجد أحدا يصف معه ففي هذه الحالة ينتظر، ولا يجوز له أن يسحب ولا ينبغي له أن يسحب شخص، لأنه في هذه الحالة قد أول شيء أوجد فرجة في الصف، هذا أول. الأمر الثاني أن هذا الرجل تقدم وأيضا يريد أجر الصف الأول، فأنت الآن عندما تسحبه فلا شك أنك ضيعت عليه هذا الأجر، وأيضا أشغلت المصلي وأشغلت أيضا المصلين، لأنه عندما تسحب هذا المصلي فإن البقية يحتاجون إلى أيضا رص الصفوف، فهنا قد أشغلت. فأنت عليك في هذه الحالة إذا دخلت المسجد فإن عليك أن تبحث عن فرجة في الصف، فإذا لم تجد فإنك تنتظر، وإذا لم يأتي أحد فلا حرج عليك فأنت معذور. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة لفرد خلف الصف. ولذلك أيضا عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة،
فنقول لك لا حرج عليك لو انتظرت ولم تجد أحد فإنك تصلي لوحدك بعد أن تنتهي الصلاة. نعم، ما يصلي منفرد بالحال؟ لا يصلي منفرد في نية النحد بيجي كذلك، لا يصلي حتى يأتي من يصاف معه، هذا الصحيح وهذا ما دل عليه الدليل. نعم، وربما ذهب بعض العلم إلى جوازه، لكن الدليل واضح وصريح في هذه المسألة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول يا شيخ اشتريت سيارة وتم دفع نصف المبلغ والباقي سوف أسدده أقساط، هل يجوز لي بيع هذه السيارة قبل نهاية الأقساط؟ نعم، يجوز لك بيع هذه السيارة إذا أخذتها بالتقسيط، لكن بشرط أن تكون قد تملكت هذه السيارة. إذا تملكت هذه السيارة فإنه لا حرج عليك أن تبيع هذه السيارة إذا كان لك حاجة من مال أو غيره، فلا حرج أن تبيع هذه السيارة ولو كانت هذه السيارة قد اشتريتها بالأقساط. نعم، عقدت على امرأة وتم إعطائهم المهر كاملا ولم أدخل بها والآن أرغب الانفصال، هل يحق لها المهر كاملا؟ يحق إذا لم تكن قد دخلت بها، فالله سبحانه وتعالى قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ففي هذه الحالة إذا عقدت على هذه المرأة ولم تدخل بها ولم يحصل الخلوة الشرعية فإنه في هذه الحالة لها النصف. أما إذا كان الطلاق طلب من المرأة هي التي طلبت الطلاق فإنه في هذا الحالة يسمى خلع، فإنه كما جاء في الحديث أنه يرجع أو ترجع له هذا المهر ويطلقها تطليقة. نعم، زوجتي كرهت الحياة معي وذهبت لبيت والدها، فهل تجب علي النفقة عليها؟ أولا يجب أن نعرف ما هو سبب كره هذه المرأة لزوجها، والله سبحانه وتعالى قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأولا يجب أن يعرف السبب في خروج هذه المرأة من زوجها ولماذا كرهت زوجها، ربما يكون بسبب سوء العشرة وربما يقوم بضربها أو إهانتها أو غير ذلك، فلا شك أن في مثل هذه الحالة سوف تكره المرأة هذا الرجل وربما خرجت من بيت زوجها. فإذا خرجت والحال هذه فإنه يجب عليه النفقة لها، وإذا كانت ذات ولد أيضا عليها أن ينفق على أولاده إذا كانوا عندها في بيت والدها. أما إذا خرجت من بيته بدون سبب واضح، ولا شك أن هذه تسمى ناشز، والناشز ليس لها نفقة لا ينفق عليها، ولكن إذا كان أولادها معها فإنه ينفق على أولاده. أما بالنسبة لها إذا كانت ناشز ولا سبب في خروجها من بيته فإنها تسمى ناشز ولا يعطيها من النفقة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل كنت أرفع صوتي بعض الأوقات على والدي أثناء النقاش والآن توفي رحمه الله وأشعر بالذنب، ماذا أفعل والتوجيه لإحترام الوالدين وعدم التطاول عليهم؟ نعم، الله سبحانه وتعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الواجب على المسلم أن يحسن لوالديه وأن يتأدب بين يدي والديه في الكلام وعدم رفع الصوت، فلا يجوز للأولاد أن يرفعوا أصواتهم على والده وعلى والدته، فلا شك أن هذا منهي عنه ولا شك أن هذا ربما يدخل في العقوق. أما ما يتعلق بالنقاش الذي يحصل أحيانا بين الولد ووالده وأيضا في مسألة معينة، ولكن يكون هذا النقاش وربما لا يوافق والده في مسألة معينة ويناقشه في هذه المسألة، فهذا لا شك أنه ليس من العقوق إذا كان قد تأدب في حواره مع والده. أما إذا أساء ورفع الصوت فإنه في هذه الحالة قد ارتكب أيضا إثما ولا شك عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا مثل هذا السائل وما حصل له إذا كان قد حصل له في حياة والده أن رفع الصوت على والده أو أساء إلى والده، فعليه أن يتوب أولا إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث،
ثم ذكر منهم ولد صالح يدعو له. فعليك أن تكثر الدعاء لوالدك وأيضا من الصدقة، وأيضا دائما تكرر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عما حصل منك. نعم، رب ارحمهما كما ربيا صغيرا. طيب الشيخ بارك الله فيكم، هذا يسأل عن المسح للمقيم يوم وليلة، لكن إذا نسيت وزدت الوقت وصليت فرض هل أعيد الصلاة؟ نعم، إذا تعدى مدة المسح وهي اليوم والليلة ثم صلى بعد ذلك بعد أن مسح بعد هذه المدة فإن هذا المسح لا يجزئ، وعليه في هذه الحالة أن يعيد الصلاة التي صلاها بهذا المسح بعد أن انتهى وقت المسح، والمقصود بذلك هو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. نعم، والنسيان ما يسقط ذلك يا شيخ؟ لا يسقط، لأنه إذا فعل ذلك فإنه لا يعد هذا وضوء، فإن عليه أن يعيد الوضوء وهو صلى على غير طهارة. صحيح. نعم، جزاك الله خير يا شيخ عبد السلام، وبارك الله فيك وفي علمك، وجعل ذلك في موازين حسناتك. آمين وإياكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا في أقوالنا وفي أعمالنا. نعم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.